الدكتور علي الدين هلال في ضيافة 90 دقيقة يحلل المشهد العالمي والتطورات السياسية في المنطقة، وكيف يرى مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية مع قرب الانتخابات الرئاسية، ويقرأ المشهد داخليا بعد 7 سنوات من ثورة 30 يونيو. الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية في حوار خاص في 90 دقيقة مع معتز بالله عبد الفتاح وإيمان سليم. 90 دقيقة الليلة 8 مساء على شاشة المحور.